مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم وصفتنا الشتوية مو صيفية، راح نسوي اكلة الكستانة. عندي كستانة 400 جرام، فاليوم راح نسويها بوصفة كلش سهلة وبسيطة. وعندنا هاي الكسارة مالت الكستانة، شوفوها الكستانة عندي يابسة مو يدية، راح ننقعها هسه بالماي ونسويها. بس تحزلنا اياها، احنا ما نريد غير شي بس الحزة. خلصناها، نصب لها ماي ونتركها لمدة نص ساعة وبعدها نرجع لها. بعد ما تركتها نقعد 30 دقيقة تقريبا. هسه راح نصفيها ونغسلها بالماي ونخليها بجدر. نضيف لها ماي مو هواية، بس هذا الماي كافية. نضيف معلقتين شكر، نسويها ثلاثة، راح يصير طعمها كلش طيب. نضيف زيت نباتي قديرة معلقتين ملكل ورشة ملح، نوديها الطباخ. وهاي الكستانة صارت عندنا جاهزة، شوفوها شون شكلها صار. بس راح نبدي نفتحها، بس أول مرة ما نفتحها، أول مرة نتركها تبرد وبعدين. شوفوا الكستانة شون صارت عندي، هذا شكلها. سأروح أفرغها بالصحن، انتظرها تبرد وبعدين نفتحها من القشر. هاي طريقة تنفتح. وانتهت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم، جربوها. اذا انتم ما مشتركين بقناتنا اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يصلكم فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. لا تنسونا باللايك. اترككم في امان الله، مع السلامة.